تيقولوا بانه الصور او الفيديوهات اللي تتلتقطها الكاميرا تدوز عبر دي في ار ومن دي في ار للديسك دور. وكاين واحد الرابط كهربائي بيناتهم بثلاثه. بينا المحكمه بان الدي في ار ما عندوش نهائيا البلاصه ديال الرابط الكهربائي، السلك ديال الضوء فين يمكن يدخل ويكون عنده ان ليان مع الكاميرا وان اوتر مع الديسك دور، ما عندوش. بحال الهاتف النقال ديالي، الا بغيت نصيفط لكم صوره تتعطيني النمره ديالك تنصيفط لك تتوصل عندك الصوره. هذه هي، هذا هو الدي في ار. ما كاين السلك ديال الضوء تيربط بيناتهم، علما ان المختبر الوطني للدرك الملكي جاب شي سلوكه ومصورين لعلكم شفتوهم، ما كاينينش مع المحجوز منين جابوا هاد السلوكه. الا ما عندش المحكمه منين خداوهم؟ المحكمه قالت لهم غديروا خبره على المحجوز. واش هادوك السلوكه من المحجوز؟ لا ابدا، ما كاينينش، ما لم تطلعنا المحكمه على هذا المحجوز. وبالتالي هذه خبره مدعات للشك. وبينا المحكمه فعلا بانه احنا عندنا شكوك، وكون هذه الخبره تعطى للدرك الملكي اللي تيترأس هذا الجهاز الرئيس المباشر ديالو هو السيد الوكيل العام، ذكرتهم بواحد المقطع شعري هو اللي تيقول فيك الخصام وانت الخصم والحكم. كيفاش انا الوكيل العام طرف في الدعوه وتنعطي للمرؤوس ديالي يصوب لي خبره حيت انا شكيت في شي حاجه وطلبت خبره، خاصني نعطيها للمرؤوس ديالي اللي ما يمكنش يخالف الاوامر ديالي، اللي ما يمكنش يتناقض مع المتابعه ديالي. وهذا هو علاش قلنا بانه حبذا لو ان المحكمه امرت باجراء خبره تعاد الى جهه على الاقل محايده. وعندنا في بلادنا احنا بلا ما نقول بحال كيف قالوا الاخرين يمشيوا للجهه ولا دوله اخرى، لا لا، احنا بلادنا تبارك الله فيها تقنيين وفيها مختبرات عالميه وعندها صيت عالمي وعندها مصداقيه كبيره، تيمكن تدير هذه الخبرات بهذا الشكل. لكن السؤال اللي مهم والعمود الفقري ديال هذه القضيه، ما تطرحش على المختبر الوطني للدرك الملكي واش هذاك اللي كاين في الفيديو توفيق بوعشرين ولا لا؟ ما تطرحش هذا السؤال، لان توفيق بوعشرين من البدايه ديال هذا الملف هو تيقول ماشي انا. اذا باش المنطلق قولوا لينا بعدا واش هو ولا ماشي هو. الخوف من طرح هذا السؤال مدعاة لتشكك كبير، مدعاة لطرح مجموعه من الاسئله. تكلمت على هيومن رايتس ووتش. اولا احد الزملاء المحترمين تكلم على هذه الجهه. هذه الجهه هذه بطبيعه الحال تتعرفوا بانه هذه المؤسسه ديال هيومن رايتس ووتش هي تابعه للامم المتحده، وان الاعضاء ديالها هم شخصيات عمومية دولية. ولما تيحضر معنا في القاعة شخص ينتمي إلى هذا الجهاز، معناه أنه عنده مصداقية وتينقل الأجواء اللي تدوس فيها المحاكمة بأمانة وصدق إلى المؤسسة التي ينتمي إليها. هذه المؤسسة تعيد تقارير سنوية حول حقوق الإنسان في العالم وتضعها بين يدي الأمم المتحدة لمناقشتها مع الدول المعنية وكذلك لإعادة ترتيبها في إطار حقوق الإنسان. تكلمت على هذه القضية لأنه فعلا أحد الزملاء المحترمين تكلم على زميل ديالنا ينتمي إلى هيئات الرباط وهو عضو في هيومن رايتس ووتش.
وحضر معنا في القاعة وقال فيه ما لم يقله مالك في الخمر. وهذا ما أثار حفيظتي لأجيبه في هذه النقطة بالذات، وأقول بأنه زميلنا اللي لا داعي لذكر اسمه، هو معروف بطبيعة الحال، شخصية معروفة، ما كان أن نجرحه بهذه الطريقة التي لا تمت للزمالة بأية صلة. لماذا تم منعه؟